عليكم، كان معكم انا دمسا وكيل عليك كيلي. وش عندنا فيديو اللي هو الى الذهب الحلقة ما ادري. يا الله يا الله يا القهر يا عيال. يا عيال شوف ايش صار، شوف ايش صار بالضبط يا عيال. سجلت فيديو ساعة ونص وما في صوت، والفيديو برضو اخترب. يا الله يا القهر يا عيال. المفروض يا شباب الفيديو ينزل لكم امس، لكن بسبب هذه المشكلة ما قدرت اني انزله، لكن نقول الحمد لله على كل حال ونسجل مرة ثانية، مو مشكلة عادي جدا. طيب يا شباب هذه تشكيلتنا زي ما تشوفون، كلها فضية تلمع، عندنا لاعبين ذهبيين ما يلمعون، فشي جدا ممتاز. وكثير ناس يا شباب قالوا لي ان ابدل اللي هو هذا المهاجم وحط جيمي فاردي. بصراحة يا شباب انا مرة نسيت هذا اللاعب. فالان يا شباب عندنا رياض محرز وعندنا جيمي فاردي، ثنائي ليستر المجنون. فكذا يا شباب راح تكون تشكيلتنا، ندخل على الجيم. هذا اول خصم راح نلعب ضده اليوم. اوه يا حبيبي التشكيله، يا ساتر، عندي تشيك ريكورد بريكر، ابثر حارس في اللعبه، دفاع بطل، وسط مره قوي. يا الله الله يستر. شوك البرشومي لن استسلم، ساخلص الحلبة من كل الشرور. تكفى مرر، يا الله كفو تكفى، يا سلام عليك، حلو حلو، 3-1 يجي التعادل باذن الله، نجيب التعادل، صح عليك يا بطل. ويلسون نكمل ثالث دور، الله الله الله، فاردي فاردي، صح يا كبير، صح يا كبير، 3-2 يجي التعادل باذن الله، صح عليك يا فاردي، صح عليك يا فاردي، فاردي يا الله لو دخلت يا شيخ. الله عليك يا انطونيو، تكفى تكفى، هدف يا شيخ. اه بلنتي حكم، اوكي كمل 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 كمل، يا الله يا تشيك يا بثو، صح عليك يا بطل، يا الله كمل كمل كمل، تكفى يا الله في العارضة يا شيخ، تكفى سدد، الله عليك يا الله في العارضة، يا الله يا عيال. اوه ما اعطيتهم لياقة، اقسم بالله دوبي متذكر يا عيال، لا 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 والله ما ينفع، صح كبير انطونيو، تكفى تكفى، لا تستعجل لا تستعجل، الله عليك كبير. سدد يا اخوي، والله حرام يا انطونيو، والله حرام يا عيال. شوفوا تقييم حارسي 4.2، يعني ما سووا ولا شيء. بما ان يا شباب خسرنا فراح ننقص لاعبين، وخسرنا بفارق هدف فراح ننقص 3 لعيب. يا عيال راح نرجع درين كواتر، يا الله يا الله، لا 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 مش معقول، لا خلاص خلاص ما ابي افوز، بما ان درين كواتر رجع للفريق ما ابي افوز. هلا بالعيال يا حبيبي. فهذه يا شباب التشكيل اللي راح نلعب فيها المباراة القادمة، نلعبها وان شاء الله نعوض الخسارة في المباراة الأولى. طيب يا شباب هذا هو الخصم الثاني اللي راح نلعب ضده، تكفى لا تقول تشكيلتك يا حبيبي، يا خلني أكمل كلامي يا أخي. يعني لعبنا ضد سواريز انفورم وجلدنا، بعد الآن بنزيمة انفورم، يا الله نسيت أعطيهم لياقة للمباراة الثانية، لا يا شيخ. صح عليك كبير، روح مرر، تكفى ويلسون ويلسون، تكفى تكفى، انهي انهي انهي، يا الله يا ويلسون حرام عليك يا رجل قدام الباب. تكفى مرر يا اخي مرر يا اخي مرر، تكفى فاردي فاردي، يا الله صح عليك يا فاردي يا كبير، يجي الهدف، الله عليك يا فاردي، لا 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 كبير يا مدافع، لا يا شيخ يا الله كبير يا حارس يا اخوي، وش ذا يا الله يا شيخ، ما اقدر ادافع باللاق، مره صعب يا اخوي، ايش فيك تضغط ستارت انت بعد، يا الله وش ذا اللاق، هيا خذ لك هيا خذ لك يا شيخ، انقلع انتو لعبتكم المعفنة يا شيخ، روح مرر، تكفى يا اخوي تكفى يا اخوي تكفى يا ويلسون، يا الله حتى ذي ضيعتها يا ويلسون، سلامات، العب 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 العب، تكفى تكفى يا اخوي تكفى، درينك يا الله تسديدة مثل العالم، سلامات لياقة وعطيتكم، ايش تبون ما ادري، لازم تلعبون كويس هذه المره. كذا يا شباب راح تكون تشكيلتنا في الجيم جاي، وندخل على الجيم وراح اجلده، لو ايش يصير راح اجلده، العب والله لو عندك ايش باذن الله راح تنجلد، باذن الله راح تنجلد، عندك كورتوا عندك اجويرو عندك مدري من بتنجلد، الله عليك الله عليك الله عليك، هدف هدف هدف، تكفون تكفى تكفى، يا الله في العارضة يا شيخ، ما هي افوبي، تكفى تكفى تكفى،
تكفى يا شيخ والله تكفى، الله عليك يا فوبي تكفى، يرحم ابوك يرحم ابوك. اخيرا هدف، اقسم بالله يا عيال ما هم ناويين يسجلون، اخيرا سجلت، الله عليك يا فوبي، الله عليك. فاردي فاردي صح عليك يا فاردي، مرر الله تيلي، يا سلام عليك يا تيلي وفاردي، والله فاردي يا عيال خرافي، والله مجنون، اسست خرافي من فاردي، شوف كيف هدي وارجع على وراء ومرر، الله عليك يا فاردي. اوه انسحب، يا سلام يا حبيبي انسحب اللي ضدي، كفو. اوكي يا شباب، بما ان سجلنا هدفين في هذه تطويرتين وبرضو فزنا في هذه 4 تطويرات وبرضو انسحب اللي ضدي في هذه 5 تطويرات، لا يا عيال راح نودع دريم كواتر مره ثانيه. لا خلاص يا ادم يا فله، خلاص مو بكل مره. اوكي شباب، في هذه الحلقه راح نلعب 4 مباريات لان ما نزلت لكم مقطع امس، او بالاحرى انا متحمس الصراحه، فخلينا ندخل الجيم بهذه التشكيله اللي تشوفونها قدامكم. اوكي شباب، هذا هو الخصم الرابع اللي راح نلعب ضده في هذه اليوم. يا حبيبي يا حبيبي، وش سالفه التشكيلات يا عيال اليوم؟ الله يستر يا عيال، ندخل على الجيم وان شاء الله نفوز. فان انهولت فان انهولت، تكفى شوت، الله اكبر يا الهدف من الدقيقة 7، الله عليك يا بدري، وش اسمه كسي ام، والله يا ان يا عيال فجر ابوها، والله قذيفة، الله عليك انطونيو انطونيو، الله عليك، الله الله يا انطونيو، يا الاسيست الرائق، جميل روقان، والله العظيم روقان، هدفين من الدقيقة 12، ويلسون هدف، الله عليك صح عليك كبير، الله عليك مرر، هدف 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 يا حبيبي، الهدف كبري، كانها كبري يا عيال، لا والله كانت كبري، الله عليك، ما عليك، اهم شيء هدف، اهم شيء هدف، الله يا عيال كبير، انسحب 3-0 من الدقيقة 23، الله يا حبيبي. اوكي شباب، سجلنا 3 أهداف في هذه 3 تطويرات وفزنا في هذه 5 تطويرات وانسحب اللي ضدي في هذه 6 تطويرات، فكذا يا شباب راح تكون تشكيلتنا اللي مرة تطورت الصراحة، الحمد لله ان عوضنا الخسارتين اللي في البداية بفوزين جدا خطيرين. اذنون يا شباب اني عصبت في الفيديو بصراحة شباب، جدا قهرت وتنرفزت من اول مباراتين. مشكورين يا شباب دائما وابدا على دعمكم الخرافي جدا في جميع المقاطع، الصراحة شباب دعمكم جدا جميل، وسامحوني شباب اني دائما اتاخر في تنزيل المقاطع، انا اسف جدا وان شاء الله مره ثانيه ما راح تتكرر ابد. في مسابقه اليوم كان معكم اخوكم ادم، او زومبي كلاريتش كيو، مع السلامه.